هقول لكم نوع واحد بس، يا اما هير اكسس يا اما الهير شات بيرفكت. اصل جراد جيزوس دي عادي بتاع البكالوريوس عشان بس تكون عارفه يعني. انا لو انا بمتحن حد ولا بسال حد هيقول لي، بقول له جيزوس بيرفين الجراد كام؟ هيقول لي كذا. هقول له انواع الجيزوس بيرفين ايه؟ يعني ده ايه؟ وبعدين هو الـ اخر حاجه في الالوبيشياز اللي هو ارتفاكشوال الوبيشيا او سيلف انتيوز الوبيشيا. عندنا اللي هو التراكشن الوبيشيا، الترايكو تيلو مينيا، ترايكوتيليومينيا، بريشر الوبيشيا، واخر حاجه خدناها في سكاتريشيا الوبيشيا اللي هي الموست كومن تايب سكاتريشيا الوبيشيا ان بلاك وومن اللي هو سنترال سنتريفيوجال سكاتريشيا الوبيشيا. تراكشن الوبيشيا كلينيكال، طبعا تراكشن الوبيشيا ده عباره عن تايب اوف الوبيشيا كوز باي برولونجد تراكشن اون هير. تراكشن الوبيشيا بتحصل نتيجة الهير ستايلينج، البوني تيل ستايل، دي الحصان، دي الحصان بتربط جامد، تشد الشعر جامد وتضفرها، فاهم؟ ده من التراكشن شهر ولا التاني وسنة ولا التاني يبدأ يحصل لص للهير في الفرونتال مارجن والتيمبرال ايريز هنا وهنا. البراش الوبيشي، واحده شعرها ناشف شويه وتيجي تسرح كانها عين بتجرد، تيجي كده بتعمل بعنف كده مره ولا الثانيه بيحصل ايه؟ تراكشن الوبيشي. براش رولر الوبيشي، لف الشعر بالبكر او الطوق الشد عليه جامد، ده بيبدا ياخد الفرونتال هير لاين ويرجع لورا فبيعمل لي تراكشن الوبيشي. دي كلها انواع من الايه؟ من التراكشن الوبيشيا. المارجنال تايب طبعا المنظر اهو قدامكم علشان ما يتوهش منكم، كتيرة جدا، كل الستات اللي عندها بنات صغيرين تيجي تقول لك الحته دي خفت عندها، هي الحته دي خفه والحته دي خفه خالص والحته بتاعت اللي تحت دي ايه؟ خفه جدا. المارجنال ايه؟ ده الكاردينال فيتشر فو التراكشن الوبيشيا، هي بتاخد باي تمبرال. طبعا في جريدز منها طبعا حضرتك عشان ما تقوليش تقول عليها الوش هيتا، وطبعا اغلبها بيبقى بايلاترال اهيت. مفيش معنى بقى يقول لك دي الويشيا ارياتا، اصل الويشيا ارياتا مش تيجي بقى لاترال وسيمتريكال ولينج ديوريشن والهير في شعر عادي طبيعي هو بس كثافه طبعا قليله. دي طبعا تراكشن الويشيا دي عامله طبعا ضفر اهيت، ده تراكشن الويشيا خط الشعر عندها بدا يرجع لورا، دي اهي دي تراكشن الويشيا. طبعا التريتمنت الافودنس اوف تراكشن رقم واحد، رقم اثنين مينوكسيديل، الحاجة الوحيدة اللي هتطلع شعر مينوكسيديل. بريشر الوبيشيا، ضغط فترة طويلة على الراس على الشعر او على الجلد بيعمل نوع من الاسكيميا بتأثر على الهير فوليكل ويبدا يحصل ايه؟ هير لوس. ده بيحصل في الاطفال الصغيرين بيناموا على ظهرهم فترة طويلة جدا تلاقوا على الاوكسيبيتال اريا في لوكالايز اريا اوف هير لوس. دي تروما زائد السنكرونيزيشن اوف هير فوليكل في الايه؟ في النيونيتس، ده رقم واحد. الحجاب صعب شويه لان هو مش بيضغط دايركت مش مباشره، انما هي لو شدت لو متعوده ان هي تشد الطرح جامد على الشعر وترجع الورد هي تعتبر تراكشن او مش السبع طرح. ايوه السبع طرح. انا طبعا بسالها لابسه كام طرحه قبل ما تفك، لو لابسه كتير ما بخليهاش تفك يعني. خلوك مهم توكل على الله. الست اللي بتشيل شنطه تقيله على شعرها في السوق
يعني مره ولا الثانيه ولا الثالثه بقى لها فتره طويله على كده، اللي بيحصل كام سورت اوف اسكيميا، فيحصل ايه؟ لوكالايز فيروس. علامه الصلاه نفس القصه، في بعض الناس عشان ما تلخبطوش شويه على وش الجاتا يجي لك علامه الصلاه تبقى الاناتوم بتاع الفور هيد عنده متغير شويه، فتلاقي علامه الصلاه داخله شويه جوه الشعر، فتعمل لك لوكالايز اريا في الوش، مش على وش الجاتا اللي هي ما لهاش صدر اونست ومش كومبليتلي نورمال سكين، هي جايه على الهايبر كيراتوزس، هي اللوس على الهايبر كيراتوزس بتاع علامه دي كلها بشر. واحد داخل العمليه يعمل عمليه قاعد في ترابيزه بيجي فتره طويله، ظهره رقبته او راسه على الترابيزه، على الرخام بتاع الترابيزه او الحدود بتاع الترابيزه، يبدا يقوم بعد فتره يحصل له تراك اللي هو بشر بشر. ترايكوتيلومينيا طبعا مهمه جدا، ترايكوتيلومينيا مهمه جدا طبعا. ترايكوتيلومينيا نوع من الارتفاكشوال او السيلف انديوزد الوبيشيا، اغلب البيشنتس بتوعها بيبقوا جيرلز، لكن ممكن تحصل في الادلتس. اغلب البيشنت في ميل، مور كومن في التشيلدرن، افريج حوالي 7 يير تقريبا، من 7 ل 12 سنه او من 5 ل 12 سنه، لكن ممكن برضو تحصل في الادلتس. سببها سايكولوجيكال ديستربنس وخصوصا انكزايتي. دايما العيانه بتاعت الترايكوتيلومينيا بيجي لها ايبيزودز اوف انكزايتي، بتاعته اضطرت وزعلت فالانكزايتي دهيت يخليها تعمل كومبالسيف اتراكشن، تقعد تشد في شعرها، واول ما يبدا ايه تبدا تقعد تشد في شعرها وتطلع شعرها وتقصفه، تمام، يبدا يحصل ريليف للانكزايتي او التنشن اللي عندها، تبدا ايه تهدى بعد كده. في الجيرلز في الاطفال سببها انكزايتي، والانكزايتي زي ما انا قلت لكم في الاطفال ممكن تكون بيرنتس ريليشن شيب، مشكله بين الاب والام، يعني ما حدش يستبعد ان في مشكله نفسيه عند الاطفال، بس احنا بنتكلم مع الام تقول لك يعني هي نفسها هتعمل ايه الوقت، ممكن ما يبقاش عارفه تمشي في المدرسه، ممكن يضربوها، ممكن بيتخانقوا كتير، ممكن حد ممكن ابيوز حد من اخواتها، حد من العيله عندها اي سيكولوجيكال ديستربنس بيبدا يدخلها في التراكوتينومين. في الادلت ممكن نلاقي الانكزايتي ليه؟ بودي ايمج، يعني هي البنت نفسها يعني حاسه ان هي وصلت مثلا 17 18 سنه، الفيمناين فيتشرز بتاعتها مش ظاهره، فحاسه ان جسمها مش زي البنات الثانيه، حاسه ان جسمها مش مظبوط، عندها ديسمورفوبيا، حاسه ان هي جسمها لا كده ما كانش المفروض هي تطلع اصلا بنت، اللي هو جندر ايدنتيتي ديس اوردر المفروض، وهكذا يعني. الانكزايتي في الادلت، الدبريشن، الاوبسيسيف كومبالسيف ديس اوردرز اللي هي زي الوسواس القهري، الاوبسيجن ده، ممكن كلها الحاجات دي كلها تعمل انكزايتي، والانكزايتي تبقى فولود باي تراكشن على الهيرو والليف، الانكزايتي بعد التراكشن بتاع الهيرو. في جزء كتبه لكم في الورق، في نوعين من التراكشن من الترايكوتيلومينيا، في نوع اسمه فوكس بولينج وفي نان فوكس بولينج. الفوكس بولينج والنان فوكس بولينج، النان فوكس بولينج ممكن احنا بقى في وقت من عمرنا كده جربناه، ان انت تبقى قاعده سرحانه مع نفسك او قاعده تذاكري وقاعده تعملي شعرك كده وبتشد بالراحه، دي النوع دوت بيبقى مجرد هابت عاده عندك، مفيش انكزايتي، مفيش اي مشكله عندك خالص غير ان هي هابت خدت انت عليها وبدات تشتغل عليها بس وخلاص. انما الفوكس بولينج ان العيان واعي وعارف ان هو عنده انكزايتي ومشكله ومدرك جدا، وهو قاعد يقطع في شعره وهو بيشد في شعره، تمام، ده اللي بيسميه فوكس بولينج ونون فوكس بولينج. ده اسوشيتد ويستنشن او انكزايتي، ده نوت اسوشيتد ويستنشن او انكزايتي، ده حاجه هابيتوال، دي اندرلاين سايكولوجيكال بروبلم. كلينيكال برزنتيشن، بس برضه هو بيشد هو اصلا ما بيبقاش في بينه ولا حاجه، اصلا ما هو اللي بيطلع معاك في الاول بيطلع معاك في الاول، انت بتقعد تشد بقى اللي هو ايه يعني بتبداي بقى تشد في حته مثلا معينه اكسسبل بالنسبه لك لحد ما تفضيها خالص، ده غير اللي هو الايه البولينج اللي هو بيطلع عادي، تبني حته صغيره يوجوالي الكلايز يعني تقعد تقطع فيها لحد ما يحصل لك الوشي. كلينيكال برزنتيشن ترايكوتيلومينيا، ترايكوتيلومينيا ان هو يقص في الشعر، يقطع في الشعر، يقعد يقص في الشعر، ترايكوتيلومينيا مش مشكله. يدرس مقصها مثلا
ده لا الجزء اللي في النص دوت لو ما استعملتش حاجه كيميكالز، لو ما استعملتش حاجه كيميكالز يبقى هي تراكتورمينيا. تراكتورمينيا هقول لكم على الفيتشر بتاعها، هو مميزه شويه بس لو ما جاتش في دماغك وتفحص العيان هتبقى مزد منك. خليه ايه؟ كلينيكال برزنتيشن التراكتورمينيا مي بي لوكاليزد او ديفيوز هير لوس، لكن اغلب حالاتها بتبقى لوكاليزد هير لوس. شكلها بيبقى مميز لحد ما بس محتاج واحد مصحصح عشان يشخصها عشان ما تضيعش منك. هي لا ماشيه الوبيشيا ارياتا ولا هي ماشيه تينيا كابيتس عشان سن بتاع الاطفال. هي جزء من السكالب بيبقى ليه الريجولار بوردر وبيزار شيبد باتش، ليه الريجولار بوردر وبيزار شيبد، وفي هير فاريبل لينس، شعر طويل وشعر قصير وشعر متقصف على السطح وشعر اطول منه وهكذا. الريجولار بوردر البيزار شيبد بتاع الباتش والاسيمتري في اللينس بتاع الهير ده السسبكت على طول ان هي ترايكو تيلوميليا. الترايكو تيلوميليا بما ان هي انكزايتي او ديبريشن او اوبسيسيف كومبالسيف اوردرز ممكن يبقى معاها حاجات ثانيه بتدل على ان ده عنده انكزايتي او ديبريشن، زي العيان مثلا عنده هابت ان هو يقعد نيل بايتنج ترايكو او نايكو مينيا او نايكو فيجيا، يقعد يعرق في صابعه وياكل ضفر، دايما يقعد يعمل بيكنج للنوز او يبقى عنده اكني اكسكرين، دايما يقعد كل واحد عنده حاجه. تراكي تلومينيا ممكن العين بتقعد تقصف في شعرها ديت تبلع شعرها فده بيسموها ترايكو فيجيا، وممكن يحصل لها حاجه اسمها ترايكو بيزور. الترايكو بيزور ده من كتر اكلها للشعر الشعر بيعمل زي ماس او كتله جوه الاستومك ممكن تعمل لي انتستاينال اوبستراكشن ونوزيا وفومتنج وطريقه والى اخره. يبقى ترايكو فيجا ترايكو بيزور ومعاها كمان اذر مانيفستيشنز زي البايتنج لللبس بيكنج للنوز بايتنج للنيل بليتس. خلي بالكم ان كل التراكشن الوبيشيا اللي هي ايه؟ نايكو تيلومينيا ده اللي هو نفس المرادف ليها على طول. بالظبط. يعني انا سهل ونايكو فيجيا دي يعني مش هيبلع دي نايكو فيجيا ان هو مجرد ان هو يقعد يقطع في ضوافره ده نايكو نايكو تيلومينيا. نايكو فيجيا ياكل بقى اللي هي الاراضي اللي بتطلع في لا طبعا شوف طبعا كتير. خلي بالكم ان كل تراكشن الوبيشيا حالات التراكشن الوبيشيا بتاع الاطفال الصغيرين اللي هنجيبكم تراكشن الوبيشيا والبريشر الوبيشيا والترايكوتيلومينيا بعد فتره بتحول لسكاتريشا الوبيشيا ما عادش هيطلع شعر بعد كده تاني. نعرف حالات بقى لها 10 سنين بتاخد علاج للتراكشن الوبيشيا دي وما بتخفش خالص. التراكشن الوبيشيا عادي يعني. فهي بعد فتره ممكن تحول ايه ده؟ سكتريشا الوبيشيا. الانفستيجيشنز بنعمل ترايكوجرام في اخر الورقه عندي في كلمه طبعا عاوزك تحفظه في الهيست مورفولوجي بتاع ال الترايكو تيلومينيا اللي هو الهيست مورفولوجي بتاع الترايكو تيلومينيا حاجه اسمها ترايكو ماليشيا. عارفين كوندرو ماليشيا؟ كوندرو ماليشيا اللي هو بيحصل سوفتنج للكارتيج. ترايكو ماليشيا بنلاقي الهير فوريكلز من كتر الشد على الهير شافت، الهير شافت حصل له فريجمنتيشن وعمل لي دارك بودز جوه الهير فوليكلز، عمل دارك بودز جوه الهير فوليكلز من كتر الشد على الهير فوليكل. بنلاقي البلب في الهيست باثولوجي بتاع الهير فوليكل تويستد ملوي، وفي نيكروتيك كيراتينوسايتس حوالين الهير فوليكلز، وفي ار بي سيز، وفي ميلانين، وفي فيلير اوف ادهيجن او في كليفت ما بين الكولاجين الموجود في الديرمز وبين الهير فوليكل. كل ده احد المانفستيشن كلها بتاعت المانفستيشن بتاعت التروما. الهير فوليكل يقعد يشد جامد يعمل تويستنج ونكروزيس كارتينوسايتس وار بي سيز استرافيزيشن وميلانين حوالين الهير فوليكل. ده اللي احنا بنسميها ترايكو ميليشيا. ترايكو ميليشيا كاردينال ساين اوف ترايكو تيلومينيا في الباثولوجي عشان تحفظوا الكلمه تفتكروها بيها. ترايكو ميليشيا ده هو الهيستوباثولوجي بتاع
طريقة المين. لو انت احتجت في الحالة كلينيكالي في تيست ظريف جدا اسمه الويندو تيست. الويندو تيست شكل ان دي تراكت الومنيا، بتقوم جايبه الحته دي حلقها خالص بالموس. لو حصل يونيفورم هير جروث طبعا بدايه الشعر ما هيطلع هيبقى قصير مش هتقدر تمسكه، فلو بعد ما حلقت الجزء دوت اللي هو مثلا 4 سم او 2 سم بعد ما حلقتيه ولقيت الهير جروث نورمال وبتحسبيه كل يوم لقيتي اه ده فعلا كل يوم 4.10 ملم والدنيا ماشيه كويسه ويونيفورم، معنى ان المشكله عند العين هي العين اللي بتشد شعرها، وعشان مش عارفه تشد شعرها عشان قصير خلاص فعندك في يونيفورم نورمال هير كورس، ده اللي بيسموه الويندو تيست. الويندو تيست طبعا ديفيشنال ديجنوز الابيشيا رياتا تراكشن الابيشيا البريشر الابيشيا على ايه؟ ما هي اصلا بيبقى اصلا الويشيا، هي اصلا بيبقى عندها الويشيا اساسا، فانت بتجيب بس الموس وتمشي كده خلاص وبتتجنب كده طبيعيه. طبعا تريد انت طريقه الومينيا احنا بنحولها لحالات الوعيات السكاتري، بتاخد انتي ديبريسنت اس اس ار ايز وما فيش مانع انت تديها برضه تو كان دي، بس اهم حاجه تريد انت فوق اندرلاين سايكولوجيكال بروبلم. الهيرسوتيزم الهيرسوتيزم عبارة عن فيميل with excessive growth of terminal hair اللي هو thick long pigmented hair. Female with excessive growth of terminal hair in androgen dependent sites. عشان اقول ان الحاله دي هيرسوتيزم لازم يكون عنده شرطين، terminal hair زائد موجود في الاندروجين dependent sites، يكون عندي موجود في الاندروجين dependent sites. الايتيوباثوجينيس فيرسوتيزم هو نفس الايتيوباثوجينيس بتاع الاكني، اتكلمنا على السورس اوف اندروجين في الميل وفي الفيميل، هو طبعا بان هو في الفيميل احنا بنتكلم عن الفيميل بس، السورس اوف اندروجين في الفيميل عندي تمام السوبرارينال جلاند والاوفري. الاوفري بيشتغل على الافكت في اس اتش اند ال اتش، سوبرارينال جلاند اندر افكت في اس تي اتش، بيشتغل على السوبرارينال جلاند طلع لي كورتيزول اند اندروجين. الاندروجين هنا اسمه دهيا اس او دهيا سلفيت، والاندروجين طلع من الاوفري يا اما اسمه اندرو ستينيدايون او تستوستيرون، ده وده في الاخر بيتحولوا الى تستوستيرون زي ما شرحنا في الاكل. طيب التستوستيرون اهو هيتحول الى ايه؟ داي هيدرو تستوستيرون اندر افكت اوف 5 الفا ريدكتيز انزايم، اللي هو عباره عن نوعين تو تايبس، واحد واثنين وبعد كده واحد اثنين واثنين جينيتال، يعني في الهيرسوتيزم هيبقى عندي ايه؟ تايب 2 تايب 2 واحد اثنين، واحد في الاكني اثنين اثنين. طيب اندر افكت اوف 5 الفا ريدكتيز بتتحول الى داي هيدرو تستوستيرون. الهيرسوتيزم بيحصل نتيجه انكريزد اندروجين ليفل، انكريزد داي هيدرو تستوستيرون ليفل جوه الهير فوليكل نتيجه انكريزد 5 الفا ريدكتيز اكتيفيتي، ده اللي زاد ده نورمال بقى اسمه نورمال، لكن المشكله لما التستوستيرون بيخش في الهير فوليكل كميه كبيره منه اكبر من الطبيعي بتتحول لداي هيدرو تستوستيرون لان الانزيم ده اكتف عن الطبيعي. او انكريز تمام سنسيتيفيتي اوف اندروجين ريسبتورز تو ذا نورمال سيركوليتنج ليفل اوف تستوستيرون. وات از ذا افكت؟ ايه تاثير التستوستيرون او الاندروجين على الهير فوليكل؟ قولوا لي بقى انتم. بيحول لازم تقولي لي في الاول ده في الاسكان يحول التيرمينال لفيلوس فيعمل لي ايه؟
عنده جهاز الكلبشي. العكس بيحصل في ايه؟ في الهيرتزم. بيحول الفيلس اللي هو الفاين هيل بتاع الفيميل العادي الى ترمينال. طبعا دي من معجزات ربنا، ما حدش عارف ليه السبب ده وده الاكشن بتاعه طبعا ايه مش معكوس، مش عارفين طبعا السبب لحد دلوقتي ليه بيوقع الشعر هنا وليه بيزود الشعر هنا اللي هو بيحول الفيلس الى ترمينال فوليكلز. ده اتنين ده يوقع شعر هنا وطلع ايه كده خلصنا الباسيف ميسيز يعني كده خلاص احنا الكلام اللي احنا كنا قاعدين عليه قبل كده. طبعا كاتب لكم تجميعه للافكتس اوف تستوستيرون او ده تستوستيرون على الهيف فوليكلز في السكالب مينلي كونفرجن اوف تيرمينال تو فيلاس في الـ في الـ في الـ في الهيرستز. لا ده بيحول الايه الى فيلاس الى تيرمينال. شو المفروض يبقى في السكالب بيحول الفيلس؟ احنا قلنا الاكشن معكوس في السكالب بيحول التيرمينال الفيلس يعمل اندروجينيتيك الوبيشي وفي البرد الماستش او العاجز اندروجين ديبندنت سايز. ده مش طبيعي اللي هو ايه؟ ما هو ده مش طبيعي، ما هو نتيجه الزياده نتيجه السنسيت بتاعت الريسبتورز او نتيجه انكريز ذا اكتيفيتي اوف 5 الفا ريكتيز. معنى كده ان انا في حالات من الهيرسوتيزم، معنى كده في حالات من الهيرسوتيزم حاجه اسمها عاملها هنا بروفايل هلاقي ايه؟ اظن ما فيش اي مشكله خالص. طيب كوزز هيرسوتيزم يعني ممكن يكون معاها اندروجينيك ابيشن، ممكن ما يكونش معاها وارد زي الاكل بالظبط. كوزز هيرسوتيزم رقم واحد ريشيال او فاميليال، رقم اثنين ايديوباثيك هيرسوتيزم، رقم ثلاثه جينيتك ديز اوردرز، اربعه دراجز، خمسه المحور بتاعنا بيتيوتري سوبرارينال اوفر. مشاكل البيتيوتري اللي ممكن تعمل لي هيرسوتيزم رقم واحد بيتيوتري كوشنج. كوشنج يعني ايه؟ هايبر فانكشن اوف ذا سوبرا رينال جلاند ويز اكسس كورتيزول سكريشن. طيب الكوشنج ده سببه زياده الاس تي اتش اللي جاي من البيتيوتري، ولا تيومر طالعه من السوبرا رينال جلاند، ولا اديته كورتيزون من بره؟ ثلاثه. فده بنسميه بيتيوتري كوشنج، وده اسمه ادرينال كوشنج او سوبرا رينال كوشنج لو الاتيولوجي في السوبرا رينال جلاند، والتاني اسمه اكسوجينوس كوشنج او كوشنجويد. ماشي، يبقى اسباب البيتيوتري كوشنج اكروميجالي جروث هرمون، رقم ثلاثه هايبر برولاكتينيميا. انتوا عارفين طبعا قصه البيسو او مع البرولاكتين مع الهيرسوتيزم مع الاوبيزيتي مع القصه دي كلها، اللي هي العينه اللي تلاقيها دايما انفرتايل تمام وعندها بيسو او وعندها هايبر برولاكتينيميا، القصه دي كلها الحاجات دي كلها طبعا مرتبطه ببعضها يعني. رقم سته سوبرا رينال، العينه دي بتتحسن يا دكتور؟ لو عالج طبعا الاوفيريان بروبلم طبعا بتتحسن طبعا. سوبرا رينال جلاند هتكلم كل حاجه تفصيلين اهو. سوبرا رينال جلاند ايتيولوجي تاني كوشنج او فيراليزنج تيومر، ممكن في تيومر طبعا من السوبرا رينال جلاند طلع من الحته اللي بتطلع اندروجين، غير ان الكوشنج بتاع السوبرا رينال جلاند اللي هو الاكسس كورتيزول نفسه ممكن يعمل لي هيرسوتيزم. رقم ثلاثة في مرض مهم جدا وكنت سيرته قبل كده كونجينيتال ادرينال هايبر بريزي او ادرينوجينيتال سندروم. اخر حاجة فاضل لنا الاوفري، اللي في الاوفري ممكن يعمل هيستوريزم تمام البي سي او فيريلايزنج تيومر، ممكن تيومر طالعة من الحتة بتاعت الاوفري اللي بيطلع اندروجين. رقم ثلاثة انسولين ريزيستنس، يعني ايه انسولين ريزيستنس؟ هايبر جلايسيميا وهايبر انسولين تمام. العينه عندها ريسبتورز مش سنسيتيف للانسولين، فالانسولين بيزيد، الانسولين بيلخبط الهرمون، يعمل لها بي سي او، يعمل لها زيت الاندروجين، اندروجينيك البيشيا، اكني، هيرسوتيزم، ده كلها هنتكلم على كل واحد طبعا تفصيليا. اول حاجه الريشيال او الفاميليا اللي هو ايه؟ اللي هو دلوقتي الهيرنت سندروم. ريشيال او الفاميليا الهيرسوتيزم مش مشكله
اكيد سير صدره مش مشكله. الريشه الهيرسوتيزم او فاميليا الهيرسوتيزم ان المنطقه دي على مستوى العالم مشهوره ان الفيميلز بتوعهم عندهم كثافه الشعر عاليه شويه. زي الايه؟ زي العرب الجلف، زي روسيا، زي الميدل ايست، عندهم سام سورت اوف هيرسوتيزم نورمال، لا حاجه ريشيا او فاميليا. في بوست فاميلي هيستوري ان حاجه فاميليا. لكن اماكن ثانيه زي الهند مثلا هنلاقي الهند واسيا هنلاقي لا ما عندهمش القصه دي خالص، ده حاجه ريشيا طبيعيه في المجتمع اللي احنا عايشين فيه او في البلد اللي احنا عايشين فيه. الديوباسيك هيرسوتيزم يعني ايه ديوباسيك؟ يعني بقيس النورمال هرمونز عندي كويسه، العائله دي عندها السكالب هير كويس، مفيش اكني، مفيش ريجولار مانفستيشن، مفيش اي هايبر اندروجينيك مانفستيشن. الايديوباسيك هيرسوتيزم بيقول عليه اسم تاني اند اورجان هيرسوتيزم. اند اورجان هيرسوتيزم اند اورجان هيرسوتيزم يعني الهرمونز كويسه، العين عندها كويسه، الجينر كونديشن بتاعتها كويسه، ما فيش لا بي سي او ولا في عندها هايبركلولاكتينيميا ولا عندها اندروجينيك الوبيشيا ولا عندها ريجولار مانفستيشن ولا حاجه خالص، جاست ان هي جالها هيرسوتيزم وهي مثلا ببدايه البلو، والليجن عندها ستيبل، الاكسس هير عندها ستيبل وما بيزيدش، وده سببه اندروجين ريسبتور هايبر سنسيتيف، عشان كده بيسموها ان اورجان هيرسوتيزم. جينيتيك ديس اوردرز، في عندنا جينيتيك ديس اوردر اسمه تيرنر سندروم اللي هو ايه؟ 45 اكس او او زيرو، يعني بدل ما هي تبقى اكس اكس هتبقى اكس او، فلما بشيل اكس كروموزوم بعمل لها اندر فيمينايزيشن، يعني انا شلت اكس كروموزوم قللت مظاهر الانوثه عندها شويه، فبيحصل لها فيراليزيشن فيجي في شكل ايه؟ هيرسوتيزم. دراجز، ايه الدراج اللي الفيميل تاخدها وتعمل لها هيرسوتيزم؟ الاندروجين، خدت اندروجين، خدت انابوليك سترويدز، الانابوليك سترويدز دي كانت ديورابولين لها انابوليك افكت وهرمونال افكت، ممكن تكون بتاخد دراجز بتعمل لها هايبركلولاكتينيميا بتابلوكر مثلا. البيتيوتري كوزز ايه؟ البروجسترون، البروجسترون في انواع من البروجسترون زي ما انا شرحته لكم قبل كده. دي بروجسترون، في انواع من البروجسترون مثلا زي ما انا شرحته لكم قبل كده، الحاجات دي ليها اندروجينيك افكت. طيب البيتيوتري كوزز قلنا اول في حاجه فيها ايه؟ كوشنج. قلنا تعريف الكوشنج اللي هو الهايبر فانكشن اوف ذا سوبرارينال جلاند وذا اكسس كورتيزول سيكريشن. الكوشنج ان جنرال صنفوه نوعين، الكوشنج كهايبر فانكشن اوف ذا سوبرارينال جلاند او اكسس كورتيزول سيكريشن صنفوه نوعين، اي سي تي اتش ديبندنت ونون اي سي تي اتش ديبندنت، يعني كوشنج سببه اكسس اي سي تي اتش سيكريشن من البيتيوتري جلاند. ايه اللي يطلع لي اي سي تي اتش زياده في من البيتيوتري جلاند؟ تيومر. طيب في تيومر ثانيه لو موجوده في الجسم ممكن تطلع اس تي اتش؟ كانسر لانج ممكن اكتوبيك اس تي اتش، ده بيتيوتري اس تي اتش، ده اكتوبيك اس تي اتش. طب مش ممكن ادي الاس تي اتش من بره كعلاج لعين الفيتيلجو؟ ممكن اديه من بره يعمل لي برضه كوشنج، ده اللي بنسميه اس تي اتش ديبندنت كوشنج. نون اس تي اتش ديبندنت كوشنج يعني اس تي اتش سكرين احنا عندي نورمال، لكن في مشكله بتطلع لي اكسس كورتيزول سكريشن زي ايه؟ زي الادرينال جلاند تيومر، في عندي تيومر في الادرينال جلاند هي اللي بتطلع. هجيب بس منه مفتاح. كوشنج بالكوشنج نوعين اس تي اتش ديبندنت ونون اس تي اتش ديبندنت. يبقى اول حاجه في البيتري كوشنج رقم واحد، رقم اثنين ازود البيتري ايه تاني؟ هايبر برولاكتينيميا. لحد دلوقتي مش عارفين ازاي الاكسس برولاكتين سكريشن بيعمل لي اكسس اندروجين سكريشن، بيقول ان البرولاكتين بيشتغل على السوبر رينال جلاند مباشره بيزود لي الاندروجين سكريشن.
بيقول ان الهايبر برولاكتينيميا ليها كلوز اسوسيشن مع البوليسيستيك اوفري سندروم او ديزيز. اخر حاجه في البيتوتري كوزس اكسس جروس هرمون اللي هو الاكروميجاني. الجروس هرمون ليه دايركت استيمولاتوري افكت على الهير. نعم. لا 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 اسمع بس هنا اصلا السؤال لو كان طويل جدا يعني. اكسس جروس هرمون سكريشن لا ده بالنسبه للفيميل. للميل هيعمل مشكله عند الميل. يعني هو انا مجمع لكم بس الاكشن بتاع البرولاكتين ده اكشن بتزود الاندروجين من الاجيال خصوصا. تمام. ليه سام افكت على الفايفرفرادكتيز بيعملوا انهبيشن مش ستيشن بس مش حاسس في المعنى. يعني بالعكس ده هو ده الاكشن ده اقوى في الميل في الفيميل عن الايه الاكشن ده. فده مفيد بس مش لدرجه ان هو ايه يحسن. ده طبعا اقوى منه. طيب الاوفر طبعا انا حاولت اعرف في البي سي او عشان افهم البي سي او. يعني البي سي او برضو لازم يكون عندكم وعي بيها شويه عشان برضو ما حدش يعني من النساء يشخص حاله غلط او كده. البوليسيستيك اوفري سندروم او بيسموه شتاين ليفرسال سندروم اهو كنت خدتيه في النساء. طبعا ما كنتش اعرف ان البي سي او ممكن حالة بي سي او ما فيش سيست في الاوفر. يعني ممكن حالة بي سي او ما عندهاش سيست في الاوفر. ليه؟ البي سي او ده بيعتبروه ميتابوليك ديزوردر. ميتابوليك ديزوردر ممكن الاقي معاه سيست في الاوفري ممكن ما الاقيش معاه سيست خالص. ممكن يبقى نورمال اندروجين وممكن يبقى نورمال اندروجين. ممكن يبقى نورمال اندروجين مش شرط ان الاقي كل الدنيا عندي متلخبطه. هنقول الكرايتيريا فور دايجنوس اوف بوليسيستيك اوفري سندروم. البي سي او طبعا انت عارفين مشكله البي سي او. يعني مشكله البي سي او في ايه؟ وايه كمان؟ الريجيو سايكل احد المانيفستيشن لكن هو ليه مشاكل بعيده جدا. يعني مشاكل ان هو ممكن يعمل انفرتيليتي ميتابوليك سندروم اندوميتريال كارسينوما. يعني هو ممكن يعمل اندوميتريال ايه؟ كارسينوما. طيب البي سي او في امريكا بيشخصوه باثنين من الثلاثه كرايتيريا دولت. بيقولوا انا بعرف يعني البي سي او ازاي اهو. بقول لها السايكل بيجي لك كام مره في السنه؟ تقول لي يعني بتيجي شهر وتفوت شهر. يبقى اوليجو مينوريا او امينوريا اوليجو اقل من 9 سايكل في السنه. يعني في عندها 3 ميز سايكل تقريبا في السنه معاها. ده رقم واحد. هايبر اندروجينيزم. هايبر اندروجينيزم سواء كان كلينيكال يعني عندها اندروجينيك الوبيشيا تمام او اكني او لاب هايبر اندروجينيزم. لاب هايبر ايه اندروجينيزم بقى اسمها لقيته عالي كلينيكال ولاب. في امريكا قالوا لو هي اوليجو امينوريا وهايبر اندروجينيك مانيفستيشن سواء كان كلينيكال او لاب مع ابسنس اوف اني اذر كوز اوف هايبر اندروجينيميا او هايبر اندروجينيزم يبقى ده شخص. يعني ما ينفعش اجيب واحده كده بتاخد انابوليك سترويد او بتاخد دراج هو اللي عامل لها المشاكل دي واقول عليها ده بي سي او. لا ممكن صحيح يعني تاخد دراج يعمل لها هايبر اندروجينيزم ويعمل لها اوليجومينوريا او امينوريا بس ده مش بي سي او لان هي بتاخد ايه دراج. يبقى اكسكلود اي سبب تاني ما لقيتش حاجه عندي خالص يبقى دي حاله بي سي او. طيب في اوروبا بيشخص البي سي او رقم واحد اوليجو او امينوريا هايبر اندروجينيزم. خلي بالكم الكرايتيريا الثالثه الترا سونوجرافيك فايندنج اوف بوليسيستيك اوفر. يعني انا ممكن الاقي في اوليجومينوريا او امينوريا او هايبر اندروجينيزم ما الاقيش في السونار سيست ممكن الاقيه. ممكن الاقيه. مش احنا قلنا ممكن يبقى بوليسيستيك من غير هايبر اندروجينيزم؟ لا انا بقول لك ممكن السيست نفسها ما تكونش موجوده. اصل الهايبر اندروجينيزم ممكن ما تلاقيهاش على مستوى البلد. يعني ممكن تعمل انفستيجيشن ما تلاقيش الدنيا عندك. على ما انا بقول لك الهايبر اندروجينيزم حاجتين كلينيكال ولاب. ممكن تلاقيها كلينيكال موجوده ولاب مش موجوده. بس كلينيكال موجوده نتيجه برضه السنسيتيفيتي بتاعت الايه؟ الريسبتور. فهو حتى في الهايبر اندروجينيزم مش كاتبها لكم في الورق يقول لك لاب ايفيدنس او كلينيكال ايفيدنس اوف هايبر اندروجينيزم. بالظبط. ممكن يكون عندها لاب وما يكونش عندها حاجه. الثلاثة لازم يكونوا موجودين عشان تشخص. اثنين من الثلاثة. فممكن يكون عندك ده امينوريا او اوليجومينوريا زائد هايبر اندروجينيك مانيفستيشنز دي بالنسبه لك الهيماتولوجي وتروح تبعتها بتاع النساء يقول لك لا ذير از نو
بي سي او بالالتراساوند، بس هي برضه بي سي او، بس هي برضه ايه ال بي سي او. فيرلايزنج اوفيريان تيومر، فيرلايزنج اوفيريان تيومر، انسولين ريزيستنس مهمه جدا بيسالوا فيها كتير. الانسولين ريزيستنس كل ما الانسول بيعلى، يعني واحده عندها انسنسيتيفيتي اوف انسولين ريسبتورز، الانسولين بيعلى، الانسولين لما بيعلى بيعمل ستيميليشن اف اس اتش والال اتش سكريشن اللي هم هيجوا منين؟ من البيتيوتري، يجوا من البيتيوتري ينزلوا على الاوفري يطلعوا اكسس اندروجين. طيب زائد الانسولين ريزيستنس بتشتغل كمان على السكس هرمون بايند جلوبين، تقليل السكس هرمون بايند جلوبين. انا شرحته في السكس هرمون بايند، كل ما يقل فريت التستوستيرون هيحصل ايه؟ هيزيد، تمام، ويعمل لي مانيفستيشن. وكل ما يزيد السكس هرمون بايند جلوبين الفريت التستوستيرون عندي ايه؟ ديكريز سكس هرمون بايند جلوبينز. الميكانيزم الثالث بتاعها ايه؟ الاوفري دايركت ستيميوليتري افكت طبعا على الاوفري، الانسولين ريزيستنس بيعمل ستيميوليشن للاوفري مباشره اللي هو يطلع ايه؟ اندروجين. هعرف العيانه اللي عندها انسولين ريزيستنس منين؟ لا من مع الباب. اوبيزيتي اوبيزيتي اكنسوز نيجريكنز، ده على طول انسولين ريزيستنس. طب انا ما جبتش سيره الدايبيتس ليه في حاله الانسولين ريزيستنس؟ مش المفروض هتبقى دايبيتك؟ يعني ممكن تكون دايبيتك او بري دايبيتك، يعني ممكن بعد سنه واثنين وثلاثه الانسولين ريزيستنس دي بقى تبقى كومبليت وتحول بعد كده لايه؟ دايبيتك. دايما عيل تعرفها من على الباب بتاعت البي سي او، دايما عيل البي سي او اوبيز، عندها ريجولار منستريشن، عندها اكنسوز نيجريك، عندها انسو تيست، تعرفها من منظرها على طول، على طول منظر. في سندروم اسمه هيران سندروم، عباره عن الاتش اي هايبر اندروجينيزم. السندروم ده مهم على فكره. اي ار انسولين ريزيستنس اكنسوز نيجريكنز، اكنسوز نيجريكنز. مش عارف حاجه ثانيه. لا لا هو كده بس. بس مهم جدا طبعا الهيران سندروم ده ان هتستضفي بيه كتير جدا. هنكتب في الاكنسوز استنى بس. يبقى السندروم ده سيبس. لا لا رسالتي على الانترنت. رسالتي على الانترنت. لا مكتوب في حته ثانيه في الاسم ده. ايه؟ ده سندروم هايبر اندروجينيزم انسول ريزيستنس اكنسوز نيجريكنز، اسمه هيران سندروم. لا لا الهايبر ثيكوز لا مش مشكله، مش طبعا يعني هي الهايبر ثيكوز بيقول لك في جزء سيكن هايبر بروفريتنج في الاوفري، الجزء ده اللي بيطلع على الاندروجين، ممكن الاقيه لوحده ممكن الاقيه مع البي سي او، يعني مش يعني حاجه غير البي سي او يعني مش مشكله. كده خلصنا ال 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 الاوفيريان كوز. نسيت بس الكونجنتال ادرينال هايبر بليزيا، انا كنت شرحتها لكم على فكره قبل كده، الكونجنتال ادرينال هايبر بليزيا مهمه جدا على فكره. ده السوبر رينال جلاند، ده البيتيوتري جلاند. السوبر رينال بيطلع اس تي اتش، ايوه، وهنا كمان برضو الاس تي اتش بينزل يطلع لي ايه؟ ها؟ بيطلع كورتيزول زائد اندروجين، تمام؟ لو جينا نبص بعد ما الاس تي اتش عمل ستيميوليشن للسوبر رينال جلاند ازاي الكورتيزول والاندروجين بيتكونوا من بريكرسر اسمه كوليسترول. كوليسترول من خلال ستيبس معينه بيديني حاجه اسمها 17 هيدروكسي بروجسترون. ال 17 هيدروكسي بروجسترون جزء منه بيتحول لكورتيزول وجزء منه بيتحول الى اندروجين عن طريق انزيمز، لان هو بيتحول الى كورتيزول عن طريق انزيمز، انزيم اسمه 21 هيدروكسيليز وانزيم اسمه 11 هيدروكسيليز. الكونجنتال ادرينال هايبرفليزي ديفكت في الانزيمز اللي مسؤول عن الكورتيزول باسوي، يبقى الباسوي ده هي ايه؟ هيوقف، هيخش العيان في ايه؟ في اديسون. ليه؟ لانه عنده هايبو فانكشن، مفيش كورتيزول بيطلع، يبقى كده عنده اديسون. لما الكورتيزول يقل النيجاتيف فيدباك بتاع الكورتيزول على الاس تي اتش ايه اللي هيحصل؟ النيجاتيف فيدباك،
هيقل. المفروض هي اس تي اتش هيزيد لان مفيش نيجاتيف فيدباك، هيقل النيجاتيف فيدباك هيقل فالاس تي اتش هيزيد فيحصل هايبربليزيا في السوبرارينال جلاند، عشان كده سموها كونجنتال ادرينال هايبربليزيا. طيب كميه 17 دروبس بروجسترون بدل ما كان نصها بيروح للاندروجين ونصها بيروح للكورتيزول، 80% منها راح للاندروجين باسوي، يقوم يزود لي ايه؟ اكسس اندروجين سكريشن، يبقى اديسونز اكسس اندروجين سكريشن زائد ايه؟ هايبربليزيا اوف ذا سوبر ارينال جلاند. هقول اهو لو حصل اكسس اندروجين اللي هي في الحالات الكونجنتال ادرينال هايبربليزيا قبل الولاده بري نيتال، ايه اللي هيحصل لو هي بنت؟ لو هي بنت وجالها وهي في بطن مامتها جالها كونجنتال ادرينال هايبربليزيا والكورتيزول باسوي وقف وكل الكميات حولت لاندروجين، البنت هتتحول ايه؟ امبيجوس جينيتال. هيبدا بقى يحصل لخبطه في الايه؟ في الانفورميشن بتاع الجينيتال. طيب بري بيوبرتال الكونجنتال ادرينال هايبربليزيا على فكره فيها نوع مش ما كتبتوش الورقه عندكم اسمه ليت اونست، بيجي متاخر شويه. ليت اونست كونجنتال ادرينال المانيفستيشن بتاعته تظهر متاخر شويه. لو انا جبت ولد عنده 8 سنين وحصل له الكونجنتال ادرينال هايبربليزيا او المانيفستيشن بتاعته بدات تظهر هيحصل له ايه؟ بريكوشس بيوبرتي. ولد بتكلم ان جنرال، لو ولد وحصل له كونجنتال ادرينال هايبربليزيا وكل الكورتيزول وقف والاندروجين زاد. طب لو في ميل؟ حضرتك بص مش قلت لو في ميل وبري نيتال ده بري بيوبرتال ماشي بري بيوبرتال ايوه. طيب لو في ميل 10 سنين واصبح ده اكسس اندروجين سكريشن ايه اللي هيحصل لها؟ فيرلايزيشن يخص بقى امينوريا ريجول منسترويشن تخش في هيرسوتيزم تخش في اكني تخش مانيفستيشن كلها. هي بري نيتالي هتاثر على الفيميل، بوست نيتالي او بري بوبرتال هتاثر على الميل وعلى ايه؟ الفيميل. هنقلب الصفحه الصفحه اللي بعدها. طيب لو انا عاوز اشخص كونجنتال ادرينال هايبربليزيا هشخصها عن طريق ايه؟ اللي هو الورقه فين بتاعته؟ اهو. لو انا حبيت اشخصها هبص على البركيرسر ده زايد ولا مش زايد؟ لو زايد يبقى في ديفكت في الانزيم، ما خلي بالك لما الانزيم ده مش موجود قلت 80% هتحول لاندروجين و20% هيزيدوا، غير ال 20% غير ان هو ميتابوليك برودكت يبقى في نزل من الدم هيزيد كمان ايه؟ معاك. يبقى الجولد ستاندر فور دايجنوزز اوف ان كونجنتال ادرينال هايبربليزيا هو الاسسمنت اوف ليفل 17 هيدروكس ايه؟ بروجسترون. كده خلصنا الايتيوباثوجينيسيس. الاس اتش سيميوليشن تيست زي اي حاجه عندك بتستعمل بت 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 في قيم معينه اكتبها لكم في الحاجات في الورق بس مش مشكله تحفظوا الارقام. لو لقيت ال 17 هيدروكس بروجسترون عالي قوي فوق 800 مثلا يبقى ده على طول كونجنتال ادرينال هايبربليزيا. لقيتيها ايكو فوكال يعني ايه؟ زي ما يكون عيل مثلا ايه جاي الابر نورمال بتاعك مثلا ابر نورمال تستوستيرون ابر نورمال هايبرولاكتين العيان ده تشك فعاوزه تعملي حاجه اسمها اس تي اتش ستيميوليشن تيست. يعني ايه؟ هدي اس تي اتش هيعمل ايه؟ اس تي اتش اللي هديه من بره هيشتغل السوبر رينال جلاند هيطلع اكسس كورتو هيطلع كوليسترول والكوليسترول طلع حوالي 17 بروكتو بروجسترون 17 دوكسو بروجسترون هيزيد هيجي يتحول الكورتيزول مش هتحول هتحول لاندروجين. هاجي اقيس بعد كده 17 دوكسو بروجسترون الاقي عندي ايه؟ بدا يزيد عندي. يبقى انا خرجت العام من النورمال فيسيولوجيكال اللي هو شاكك فيه اديته اس تي اتش خلاص وابدا بعد كده اقيس 17 دوكسو بروجسترون. لو عيله معايا قوي يبقى ده حاله ايه؟ كونجنتال ادرينال هايبربليزيا. لو لقيته وزن نورمال رينج يبقى ده طبعا عندي ايه؟ مش حاله كونجنتال ادرينال هايبربليزيا. 17 هيدروكسيليز ده هو اللي بيقل 21 هيدروكسيليز اشهر يليها 17 هيدروكسيليز يليها 3 بيتا هيدروكسيستيرويد ده هيدروكسيليز يعني الثلاثه بالكرس هم اللي اشهرهم هو حتى الانزيم ده ثم ده اديسون عشان مفيش كورتيزول هايبربليزيا عشان الاس تي اتش قاعد بينزل وما بيستجيبش وصلت ديت. طيب طبعا الكلام في معقد شويه بس انا برضه هنبسطه يعني عشان ما بقاش لازم اعرف الكلام المعقد كده. خلصنا الايتيولوجي بتاع الايه؟
منين؟ من الاندروجين عادي. لا الاندروجين ما بيعملش فيدباك، هو يطلع من الاستيتش بس ما يوقفش الاستيتش. ليه؟ بدليل ايه؟ بدليل ان لما انا باجي اعالجها، هو مشكله الكونجنتال الم هايبوبليزيا في ايه؟ عدم وجود كورتيزون، تمام؟ ان الاي ستيتش قاعد شغال ومطلع ايه؟ اندروجين تحت. يبقى لما احب اعالجها اعالجها بايه؟ كورتيزون. تدي ديكساميثازون بالليل يوقف لك الاي ستيتش اللي نازل من البيتوتري، مفيش اندروجين، تمام؟ مفيش كورتيزون صحيح، بس عندك انت بتدي استرويد من بره. خلي بالك الاندروجين بيطلع بالاي ستيتش بس ما بيعملش نيجاتيف فيدباك ميكانيزم. الكورتيزول بيطلع وبيعمل نيجاتيف فيدباك ميكانيزم. طيب الانفستيجيشن بقى لو انتوا جالكم حاله هيرسوتيزم ايه؟ يعني لو انت جبت بنت صغيره بيه. طيب لو انت جبت واحده حامل وعندها بنت وادت لها تستوستيرون، ايه اللي هيحصل؟ طب البنت دي عندها الجينيتاليا بتاعتها لسه بنت وبتتكون، يبقى عندك استروجين بيكون وعندك تستوستيرون بيضاد الاكشن بتاع الاستروجين، الامبيجوس جينيتاليا، الجينيتاليا عندها ايه؟ اتلخبطت. عارفه لو هو مين؟ مش هيحصل له مشاكل قوي، يعني هو اصلا بياخد اندروجين من جوه، يعني محتاج اندروجين من السوبر رينال جلاند ومن التست عنده، فمش هيحصل مشكله منه قوي، مشكله عندي تبقى ايه؟ عارف مين؟ اي حد طبعا هيرسوتيزم لو جالكم سؤال امتحان مانجمنت اوف هيرسوتيزم، مانجمنت اوف هيرسوتيزم اهو، يبقى هتتكلموا على او الايفالويشن اوف كيس اوف هيرسوتيزم، هتتكلموا من الاول هنا ازاي الابروتش تو ذا كيس. جالك واحده ريشيا او فاميليا، خلاص هي فاميليا ماشي، سنها لو عندك طفله صغيره بقى اذا رايح هيرسوتيزم يبقى دي ايه؟ كونجي مثلا كونجنتال ادرينال هايبوبليزيا. لو واحده في الميدل ايج من 20 ل 40 سنه ممكن تكون بي سي او، ممكن تكون ايديوباثيك اند اورجن هيرسوتيزم. بالمناسبه اشهر اسباب الهيرسوتيزم الايديوباثيك والبي سي او، لكن الايديوباثيك اشهر على فكره، لان كل اللي هنشوف منكم حالات هيرسوتيزم او اشتغل معاها تلاقي عندها واحده كده اهو عندها حته صغيره وانت تعمل لها انفستيجيشن مفيش حاجه، ما عندهاش هايبر اندروجينيك مانيفستيشن، نو فاميلي هيستوري، نو بروجريشن اوف ديزيز، نورمال انفستيجيشن، دي على طول ايديوباثيك هيرسوتيزم. ايديوباثيك هيرسوتيزم كلاسيكال بتاعها اللي يشوفها يبعتها لي، اللي يشوفها يدور عليهم. انت عاوزاهم؟ ماشي، لا موجودين، ممكن يعدك في المركز شويه هتلاقي كتير. لا دول اغلبهم اشهر حالاتهم، يعني تكلم حد في المركز تروح تلاقي هناك شويه تاخديهم تسحبي منهم عينتك وعادي. يعني الجرب الاول ده مش بيجي بحاجه. لا انا بقول لك لو سؤال، ما هو انت لازم، ما هو ده مبني على ده، ده مبني على ده، بس يعني لما يجي لك هيرسوتيزم طبعا ممكن تكتب البي سي او، ما تسرديش في كلام، ممكن ما تسرديش كلام في الكونجنت في الـ في الـ في الكوشنج، لكن الكونجنت الارويزا بيحبوا هم يسمعوها. يعني الايدج بتاع العيان، طب واحده سنها كبير وجالها هيرسوتيزم افكر في تيومر. الانس بتاع الهيرسوتيزم كل ما كان فيري سلو وستيبل ده ايديوباثيك، كل ما كان رابد، يعني لما يجي لك واحده مثلا 45 سنه وجي لها هيرسوتيزم واكستنسيف ده تيومر، يعني السوبر رينال جلاند او تيومر في الاوفر، خلاص يبقى الانس بتاع ايه؟ بيفرق. فاهم الهيستوري طبعا عشان الايه؟ الريشال او الفاميليال كوزز. في سيستم بيعمل سكورنج زي ما مثلا بنعمل سكورنج مثلا للاكل ولا حاجه، في سيستم اتنين ساينتستس عملوه اسمه فريمان جولوي سيستم فور اسسمنت اوف ديجري اوف هيرسوتيزم. طبعا ما حدش الاول قال لي هو ايه هم الاندروجين ديبندنت سايتس اللي بيطلع فيهم الهيرسوتيزم اللي هو التيرمينال هير. طب الرجلين والايدين؟ الرجلين والايدين؟ يعني انت لو جالك واحده رجليها خشنه شويه ما فيهاش حاجه خشنه، دي هاي مش في اندروجين ديبندنت وفي نون اندروجين. ايوه في اندروجين نون اندروجين ديبندنت، الاندروجين ديبندنت اهو عشان ما تنساش الليب، يعني لو طلع لها مستشفى البرد التشن اهو الشست، خلاص ده لو طلعها ثيك تيرمينال هير، الابر ابدومن واللور ابدومن ماشي، الابر باك واللور باك، الارض والساي. طب واحده بتجي لك شعرها خشن هنا وفي الليل خشن، مش هيرسوتيزم، ده حاجه هنسميها هايبر ترايكوزس. لا ده نورمالي اندر، ده نورمال، ده نورمال. وصلت ديت؟ كان زمان كانوا 11 اريا
شالوا منهم الليج والفور ارم لان دول مش اندروجين ديبندنت سايت. يعني انا كان مش معنى كده معنى كده ان انا مش عالجها، لا عالجيها براحتك، بس ده مش هيستيز معلش انفستيجيشن. هو احنا عندنا هنا في مصر ريشيالي الموضوع ده منتشر مفيش مشكله فيه، ما تجيبيش العينه وتعمل لها انفستيجيشن لان ده مش هيستيز، ده عليك واحد ريبوز. طيب الفيرمان يقول ايه؟ التسع اماكن دولت هم التسع اريا اللي احنا قلنا عليهم، هتعملي اسسمنت لكميه الشعر اللي فيهم بجريدز، وتدي جريد من 0 ل 4. يعني ايه؟ يعني 0 ما عندهاش حاجه، تبص على اللبس على التشين على الماوس على الشباك ما عندهاش حاجه. واحد سبيرت حاجه بسيطه جدا. فيري مايلد مودريت كميه زادت. سبيرت ده حاجه رفلي على فكره. خلاص؟ مش بنعد الهير فوليكل ولا حاجه، ده حاجه رفلي. هدي مليانه خالص ولا حاجات بسيطه؟ يبقى مثلا جريد واحد جريد 2 3 وهكذا 0 1 2 3 4 وندي سكور لكل نقطه من دول ونجمع السكور في الاخر. لو لقيت اه بالنظر تمام، لو لقيت ما عندهاش دي وعندها واحده هنا ادي مثلا 0 سكور 1 سكور. في الارم عندها مثلا هندي 3 سكور، في الساي مثلا 5 سكور، ونجمع السكور دي على مستوى الجسم في 9 مناطق. لو اكثر او يساوي 8 ده يعتبر هيرسوتيزم، اقل من 8 مش هيرسوتيزم. برضه هرجع اقول لكم لو واحده جالها ثيك هير هنا اقصى حاجه بقى جايب السكور بتاعها كام؟ يعني اقصى حاجه هنا السكور بتاعها كام؟ كبير 4 مثلا. السكور من 0 ل 4، ما هو كل ما تطلع من 0 ل 4 كل ما تطلع من 0 ل 4 كده. هو الراجل بيقول لك الراجل بيقول لك 8 فيما فوق ده نعتبره هيرسوتيزم، اقل من 8 ما يعتبرش هيرسوتيزم. هو ما يعتبرش هيرسوتيزم اكوردنج للكلاسيفيكيشن بتاعه، انما انا هعالجها على ان هي هيرسوتيزم، انا هعالجها على ان هي مش هقول لها لا روحي انت ما عندكش هيرسوتيزم وتمشي بالنقطه دوت. يعني لو عندي سكور واحد عالج، لو واحده بس عالج. بعمل كل منطقه لوحدها بس بعمل التمارين مع بعض. الكلام ده في ريسيرش عشان ما نفهمش. ما بتتعملش يعني. تيجي لك العيانه بتعملها انفستيجيشن وتعالجها ليزر على طول. تمام؟ بس انا طبعا الكلام ده عشان فور ريسيرش بس عشان تعرف السيفيريتي بتاعتها. هو بيقول لك هو مقصود 8 ايه؟ ان كل واحده عندها اقل من 8 دي حاجه اكسبتد وما تقلقش منها عادي. خلاص؟ الانفستيجيشنز تستوستيرون الكلام احنا المعاد بقى اهوت نعمل تستوستيرون. نعمل تستوسترون توتال ولا فري؟ نعمل الاثنين. طيب التستوسترون توتال هعمله لو طلع نورمال اعمل فري، او اعمل فري من الاول لو العيانه عندها حاجه تشككني ان السكس هرمون باند جلوين متلخبط عندها. لو عندها دايبيتس عندها هي اوبيز بيأثر على السكس هرمون باند اوبيز بيزود بتقلل السكس هرمون باند فيرتستوسترون. فيرتستوسترون ادق طبعا من ايه توتال تستوسترون، بس ممكن اعمل تستوسترون الاقيه عندي عادي، او لو عملت لقيته عنده تستوسترون توتال لقيته عنده نورمال ااكد بالفري ايه تستوسترون. الداهي اس هعمله عشان اشوف فيه سوبر رينال بروبلم. بيحسبونها عالي لو اكتر من كده؟ سيبك من الليفلز لان انت هتحفظ الارقام في الكتاب حاجه وفي المعامل حاجه، استعملي النورمال رينج بتاعك في المعامل. الداهية اس كل حاله اكتر من 7000 نانو جرام بالديسيليتر داهية اس عندها عالي يبقى ده سوبر رينال تيومر على طول، سوبر رينال تيومر على طول. طيب هو الاوفر بيطلع تستوسترون صح؟ والسوبر رينال بتطلع داهية اس تمام. والداهية اس بتحول لتستوسترون. طب لو لقيت التستوسترون عندي عالي ده جاي من الاوفري ولا السوبر رينال؟ لا طب ما هو اصلا طبيعي بيطلع من السوبر رينال داهية اس وبتحول لتستوسترون. يبقى بعمل الداهية اس. لو الداهية اس عالي مع التستوسترون عالي يبقى سوبر رينال. لو التستوسترون عالي بس والداهية اس نورمال يبقى ده ايه؟ اوفرين انتيوشن. وصلت؟ ماشي. الكلام بس على فكره هو كلام اكاديمي شويه لكن في البراكتيكال سهل، بتعملي هرموناتك وتطمني عليها خلاص. البرولاكت بتعملي البرولاكت ماشي. طيب لو حبيت اشخص الكوشنج اشخصها ازاي؟ الكورتيزون ليفل اللي هو السبعه الكوشنج الكورتيزون ليفل هي ايه؟ اللي هو السبعه بنقيس الميتابلايتس بتاعته في اليورين اسمها 17 كيتو ستيرويدز بنلاقيها عندي عالي والكورتيزون عندك عالي، بس في حاجات ادق منهم. طب لو لقيته ايكو فوكال اسمه الاستيتش بدي حاجه اسمها ديكسا
سبريشن تيست لو دي الدكسه من بره ايه اللي هيحصل؟ لو دي الدكسه من بره هيعمل ايه في الاكسس؟ هيوقف الايه؟ الاكسس خالص. بس خلينا ماشيين حته حته. يبقى اذا لو العيان بيتيوتري كوشنج والاي اس تي اتش بينزل كتير ايه اللي هيحصل فيه؟ هيتحسن. هي هي اه بصي انا اديت العنده عنده بيتيوتري فوق تيومر بتطلع اي اس تي اتش كتير. واديت تكسا ميسوزو من بره هيعمل اي اس تي اتش كتير اللي طلع من نزل بالظبط هيوقف الاكسس خالص وبالتالي هيقلل نسبه الايه؟ الكورتيزون. طب لو عنده اكتوبيك اس تي اتش كانسر لانج واديت دكسا ميسوزول سبريشن تيست ايه اللي هيحصل؟ ليه بقى؟ لان الدكسا ميسوزول مالوش ريسبتور على الكانسر فالاي اس تي اتش كده كده ايه شغال فالكورتيزون اللي في العين هيفضل ايه؟ عالي. طب نفرضي عنده تيومر تحت واديت له دكسا ميسوزول ايه اللي هيحصل؟ ولا حاجه. ده انا عندي تيومر تحت والديكساميثازون حتى لو واقف الاس تي اتش كده كده التيومر تحت ايه؟ شغال. لان يعني التيومر شغاله لوحدها مش شغاله عند الاس تي اتش. الاس تي اتش ده بيشغل نورمال تيشو انما التيومر طالعه ما لهاش علاقه بالاس تي اتش. والا كانت علاقه التيومر سهله من الاس تي اتش مثلا جيت حاجه تعمل له سبريشن ووقفت التيومر خالص. وصلت؟ ده برضو حاجات من الاندوكرينولوجي بتاعت زمان. ازاي اشخص كونجينتال ادرينال هايبربليزي؟ اسسمنت اوف ليفل 17 هيدروكسيل بروجسترون ثم اسسمنت اوف 21 هيدروكسيليز اللي هو الانزيم ايه؟ ليفل. ولو شاكك في ال 17 هيدروكسيل بروجسترون اعمل اس تي اتش ستيميليشن تيست. خلي بالك في اس تي اتش ستيميليشن تيست وديكساميثازون سبريشن ايه؟ تيست. طيب في ناس بقى دلوقتي بتقول ايه ازاي اعرف ان الدايو هيدروكسيلسترون دوت ديكساميثازون سبريشن تيست ماله؟ لو هي من فوق قلنا ان هي كده هيوقف. طب لو من تحت من هنا ده دي تيومر مش عامل فيها حاجه. طب لو اكتوبيك اس تي اتش مالناش دعوه بيها برضه هيفضل الكورتيزون اللي عندك عادي. لان احنا الاسسمنت بالظبط ده ازاي اعمل له اسسمنت فوف الفا ريكتيز اكتيفيتي؟ بشوف الميتابولايتس بتاعه الداي هيدروتستيرون. يعني انا لو عندك تستوستيرون بيتحول داي هيدروتستيرون وعندك ال 5 الفا ريدكتيز انزيم في ميتابولايتس للداي هيدروتستيرون جوه الانسجه جوه الهير فوليكل ميتابولايتس لان هو بيحصل له ميتابوليزم هو اللي بيشتغل على سيمتومز. لو الميتابولايتس دي زايده يبقى ال 5 الفا ريدكتيز عادي. ميتابولايتس يعني بتاعت الداي هيدروتستيرون حاجه اسمها احفظوا حتى واحد بس مش مشكله اللي هو الاندرو ستيرون جلوكرونايد مش مشكله. الاندرو ستيرون جلوكرونايد ده الميتابولايت بتاع الداي هيدروتستيرون لو عالي معنى كده ان التستوستيرون ماشي في الدم كويس لكن بيوصل للتشو ده التستوستيرون عندي ايه؟ بيزيد. الدياجرام بتاعه مالناش دعوه بيه. نشيله؟ الدياجرام ده طبعا التريتمنت نفس علاج الاكل. بالمناسبه طبعا قبل ما انسى كل الهرمون البروفايل في الفيميل ده شغال عليه. كل الهرمون البروفايل في الفيميل عندما يمكن مش تفهمي اصلا مش تفهمي اصلا لان هو اصلا برضه وهمي لحد ما لان انت كده كده عيانه يعني بتجيلك لا 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 مش كده لو جالك عيانه تحس تسمع تعمل لها الانفستيجيشن تعمل لها انفستيجيشن امتى في الشهر؟ ثالث يوم. ثالث يوم ايه؟ اللابيريت. مش معنى هم قالوا لي كده الهرمون؟ لا متأكدة؟ اه والله قلت كده تعدي أول يوم ثالث يوم من ثلاثة لخمسة تعمل التستوستيرون ثلاثة لخمسة؟ اه ثلاثة كل المفروض كل هرمون البروفايلز في الفيميل بيتعملوا بعد البيريود بثلاث أيام بعد أنا قلت لها ثلاث يوم منين؟ قالت لي من يوم 14 لا قالت لي من أول يوم. طيب ثلاث أيام دي إمتى؟ كل حالات اللي بتجيلك عندها انسول ريزيستنس ورجل مستويشن ما عندهاش نص البيريود يعني مش منتظمه معاها فانت وقت ما تيجي البيريود تاني ثلاث ايام بعد الايه؟ البيريود. انما لو هي رجل مستويشن ثلاث ايام بعد اليوم ال 14 انا اصلا بعملها اي حاجه. طيب التريتمنت اوف اكسوديزم طبعا دكتور النساء بيقول لها ايه؟ بيقول لها ايه؟ ما تاخديش علاج سيرم الليزر وانت لما تاخد علاج البي سي او هتخفي والهايبر ريتين ما يتعالج منها كل شعر ده هيروح. طبعا الكلام ده كله غلط لازم نمشي
اي وقت من الثلاث ايام له في لا انت 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 عشان معلش قعدوا يتكلموا مع بعض بس العشاء ما احنا بنحدد لها احنا عندك عينه عندها ريجولار منسترويشن بتروح يوم ال 15 او ال 17 عينه عندها الريجولار منسترويشن ما عندهاش بقى ال 14 و 15 يعني هي دوره ملخبطه معاها بتجي لها كل اسبوع كل 10 ايام كل شهرين فانت كده كده انت ما تعرفيش النص بتاع البيريود فين هي فجاه بتلاقي فوتت شهر او كانت شهر ما تعرفش تيجي امتى فبتستني بعد بيريود 3 ايام 4 ايام تبدا تعملي ايه؟ انفستيجيشن انفستيجيشن بتاسس الصبح بالمناسبه يعني دي لو هي الريجولار 19 لو الريجولار تستني بعد الريجولار تستني بعد البيريود 3 ايام لو هو ريجولار بعد اليوم ال 14 الافيليشن 3 ايام طيب طبعا التريتمنت بتاع الهيبستيزم لازم يمشي ميديكال مع هير ريموفر فيزيكال هير ريموفر يعني مفيش حاجه اسمها خليكي بدقنك وشعرك كده لحد ما هو بيصلح البي سي او بعد خمس سنين كده ربنا يكرمك وشعرك كده ايه كله هيخف لازم يمشي الاثنين مع بعض فيزيكال هير ريموفر زائد ميديكال تريتمنت خلاص شطرناها الميديكال سيرم طبعا هتكلمنا عليه عن طريق الاندروجين في حالة دكتور قدرت ماشية 6 شهور على الدكتور وعملت 6 جلسات ريموفال ولا جو لازم العيانة دي لو هتبدأ معامل الأول تعمل لها اسسمنت تاني اندرلاينج بيثولوجي بس او خلاص انت عندك سبب في فيجن تاني حاجه شوف الليزر اللي شغال ليزر ممكن يكون بيديها سب اوبتيمم دوز من الليزر تمام يا ده يعني حتى لو حصلت انت كان ليها على جهاز تاني خالص وجربي معاها احنا نقدمها بالله عينه انا قلت كده انا يعني العينه العينه بتعمل ايه؟ فين؟ عند دكتور المدثر ما عنده ما الجهاز عنده تعبان اصلا تعبان جدا يعني ولا ولا هيجيب معاها نتيجه هي عملت 6 جلسات يعني اصلا هي بور هو العيانه بتعمل جلسه واحده بتوصل ريسبونس معاها بعد اول جلسه مش عاوز اقول لك مثلا 60 70% خلاص بعد كده تقول لك النتيجه قلت هي يعني النتيجه قلت مش بالنسبه للبيس بتاعها بالنسبه للجلسه اللي عملت تحسن يعني بعد اول جلسه بتيجي تلاقي في حته بقت خلاص امتي مفيش فيها شعر خالص وباقي الاماكن الثانيه الشعر فيها ويك وبيقع وبيطلع فترات طويله انما ست جلسات ده طبعا الجهاز بتاعه تعبان ما عندوش ليزر بالمناسبه شغال كويس جدا متخيل جدا في الديرما لا في التجميل درما لا درما درما كل حاجه بس اكل سكار وكل حاجه شغال كل حاجه طيب ما هو اكل سكار وعشان بيزن ما ليش ليه كله هو قال له مش كده الاسم بيخفف العيان ليش انا شفت المشكله بقى انت تيجي تقنعي البيشنت بعد كلامه بس انت بتتكلمي في ايه؟ هو معاك لان انت بعملها في الشارع يعني تقنع البيشنت او في المستشفى يعني 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 بيقنع البيشنت جراحه التجميل ماشي هو بيقنع البيشنت ان هو بيعمل هير ريموفال وبيعالج البوست اكني في جلسه واحده انت عارف اللي هو ده اكل الاندروجين انهبيتورز اللي هم الانهبيتورز اوف اندروجين برودكشن فروم سوبرا رينال جلاند اهي لو عنده كونجنتال ادرينال هايبربريزيا عاوز يوقف الاندروجين برودكشن من السوبرا رينال جلاند هدي له ايه؟ سوبرا رينال لودوز ديكساميثازون هدي له استرويد من بره هيوقف الاكسس هيقلل الافكت اوف اس تي اتش على السوبر او هيوقف ايه نص من الجرام بالليل يوقف الكورتيزول سكريشن ومعاه الاندروجين كمان ايه سكريشن بس انا كده كان بديله كورتيزون اهو طيب انهيبيشن اوف اندروجين برودكشن فروم اوفر كونتراسبتيف ونحكي قصه الكونتراسبتيف كونتراسبتيف فيها استروجين وفيها بروجسترون الاستروجين السنال استراديول مفيش مشكله منهم بيجيب نتيجه الاستروجين بيشتغل بكذا مكانيزم كنا قلنا المره اللي فاتت بيعمل انهبيشن للاف اس اتش والال اتش سكريشن اللي بيشغل الاوفري زائد دايركت افكت على الهير فوليكل زائد السكس هرمون بايند جلوبين الاستروجين بيزود السكس هرمون بايند جلوبين فبيقلل فري تستوستيرون طيب يبقى سبريس الاندروجين الاندروجين برودكشن من الاوفري بالكونتراسبتيف
بيلز سبريس الاندروجين برودكشن سوبر ريجا بيدي لي ديكسام سوزون ات نايت. طيب انتي اندروجين اللي هم بتعملوا بلوك للريسبتورز انتي اندروجين زي ايه؟ اللاكتون سايبروتورين استيت سايميتيدين الفلوتاميت دي كلهم بيشتغلوا على ايه؟ على الريسبتور. طبعا كنا قلناه المره اللي فاتت والسايبروتورين استيت كنا ممكن نحطه لوحده اللي هو شكل اندرو كيو ممكن نحطه مع الاسترادول في شكل ايه؟ الدين دي لاتريت دي استعمال ودي لاتريت ايه؟ استعمال بس هو نفس الكلام اللي احنا ايه؟ في بقى ورقه ظريفه جدا قبل ما انسى عشان طبعا ممكن الانتي اندروجين طبعا لو تنزل سؤال امتحان لوحده بتكتبوها كامله طبعا كنت ريسبتورز وكله كله بيتكلم وتكتبوا الانديكيشنز انديكيشنز اوف انتي اندروجين ان درماتولوجي في سندروم اسمه الساعه سندروم الساعه سندروم عشان نقدر نسميه سيبوريا واكني وهيرسوتيزم واندروجينيك الوش واندروجينيك الوش امال هيدرانتلايت دي سكندري فانا قلت بكره انفكشن دي حاجات يعني انا ايه بستعمل ايه الانتي اندروجين قلنا في الاندروجينيك الوش في الاكني تمام في الهيرسوتيزم وبستعملها كمان في حاجات ثانيه زي الهيدرا ادرانت سبريتيفا والفيكس فوكس فور ذات ديزيز هنتكلم عنه بعد كده وبالنسبه للميل الانتي اندروجين بستعملها في الميل في الكانسر بروستيت والكانسر ايه بريست. ده اخر صفحه عندكم. الساعه سندروم ميزه امتحان على فكره. طيب ما ننساش على فكره ان احنا لو حبينا نشخص الانسولين ريزيستنس بنعمل حاجه اسمها سيروم فاستنج انسولين سيروم فاستنج ده اللي انت بتشوفيه صح؟ بس ده مش مظبوط على فكره. فاستنج انسولين وسيروم بلد جلوكوز ونعمل معادله كده ونقسمهم على بعض. بيتعمل معادله. ده علاقته من السيروم فاستنج انسولين طبعا لوحده لازم بعمل البوست بلد من جلوكوز بعد كده 70 جرام جلوكوز ده بعد كده يا اساس كذا 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 وتتكلمي الجنرال فيتشر بتاع كل مرض تتكلمي على التريتمنت بس. هو برضه لو جابوا لك امتحان كده بيقول لك امتحان عشان الناس ما سمعتش عنه خالص وما كانتش فيه ولا كلمه مجرد انت بس هتفك ال الاختصارات بتاعته خالص. الهير ريموفر انواعه اربع انواع خلاص خلصنا. تمبوري او ترانزيانت ريموفر ايه؟ الهير شافت والهايبر تريكوز. لا لا ما انا هحط المره الجايه. الهير ريموفر انواع الهير ريموفر في ترانزيانت ريموفر وفي او تمبوري ريموفر تمبوري ريدكشن وفي بيرمننت ريموفر وبيرمننت ريدكشن. ترانزيانت ريموفر تمام بشيله مؤقتا يبقى ليه الايه؟ اللي هي الارجينري موسلز الارجينري موسلز زي ايه؟ شيفنج الابيليشن الابيليشن كلمه ابيليشن اللي هو النزع الواكسنج الشوجرنج ال الثريدنج دول ثلاث حاجات مش عارف ابيليشن في الديبيليشن اللي هو الكريمز الشيفنج كريمز ده بيشيله مؤقتا ويرجع تاني فعشان كده بيسميه تمبوري ريموفر مش ريدكشن ده بيشيل ايه؟ بليشنج تشهير تشهير بالهيدروجين بروكسيد تمبوري ريموفر تمبوري ريموفر بشيله مؤقتا ويرجع تاني عادي اللي هي الطرق العاديه تمبوري ريدكشن تمبوري ريدكشن لا ده انا خلي بالكم كده بشتغل على الهير جروس نفسه بعمل ريدكشن للهور الهير جروس اللي هو الفانيكا كريم ده بيعمل تيمبوري ريدكشن يعني ايه؟ استعمله شهرين يحصل الجروس بتاع الهير يتحسن ويبقى طبيعي اوقف يرجع تاني. الفانيكا كريم بيشتغل على المدى الفعال في حاجه اسمها الفلورنسين هيدرو كلورايد 13.9% بيشتغل على انزيم معين في الهير بيعمل سبريشن جروس بتاع النظام ده اسمه افلورنسين هيدروكسيليز انزيم. بيستعملوا ده هنا موجود عندنا في السوق افلوتيزم في السوق دلوقتي
اسمه افروتيزم، والمستار بتاعي اسمه فينيكا كان غالي شويه، كانت العينين بيجيبوه من بره بس كان غالي حبتين يعني. بيستعملوا دهان الصبح وبالليل، بيقدر تمرن 4 ساعات يعني ما تشطفش على الوش لمده 4 ساعات، لمده شهر او شهرين بيبدا يجي معاك نتيجه بتوقفيه بيرجع تاني. دكتور انا هنا بتكلم على الافروتيزم بس ولا على اي هرمون؟ ما هو علاج اي هرمون. ما انت هقول لك كومباين فيزيكال او هير ريموفال مع الميديكال سيرفي. لازم يستعمل في لايف يعني على طول؟ هتستعمل ايه يخف معاك توقف يرجع تاني طبيعته بالظبط؟ 4 ساعات ايه؟ ممكن تقول رجع تقعد. يعني عاوز يعني عاوز تحط شيء على وشك مش اقل من 4 ساعات لازم يتشال، شطب بعد 4 ساعات. مش عاوز تشوفيه ما تشوفوش. بس هي لازم تتابع على الاقل 4 ساعات. بيرمننت ريموفال. ايه اللي يعمل لي بيرمننت ريموفال؟ اللي هو طبعا بتقعد تسمع في التلفزيونات علاج الشعر نهائيا بالليزر، مش حاجه اسمها علاج الشعر نهائيا بالليزر، الليزر مش الشعر نهائيا، الليزر بيعمل الحاجه اللي بعدها اللي هي بيرمننت ريدكشن. يعني بيرمننت ريدكشن تعملي ليزر 4 جلسات بتوعك، ممكن تقعدي فتره من عمرك طويله جدا او ماشي علينا، تقعدي فتره من عمرك تمام مفيش حاجه خالص، حتى لو مش هتواصل بعد كده مره في السنه او مرتين في السنه، ما بيرجعش الشعر معاكي زي الايه؟ زي ده. فبنسميها بنسميها بيرمننت ريدكشن. امال ايه بيرمننت ريموفال؟ تكسير بقى خالص. الكترولايزس، الكترولايز ده عباره عن جهاز بيطلع الكتريك كرنت، وليه سن سرنجه زي السرنجه بالظبط تخش على الفول. هو ده بالظبط ده اللي بيستعملوه في الشعر ايه الابيض، لان الليزر ما بيجيبش نتيجه في الشعر الابيض، فبيستعملوا الكترولايزس في الشعر لكل هير فولينج. ف اكزوستنج تايم وايفورت، بيعمل سكار وديس بيجمنتيشن. ده اللي هو الكترولايزس. الكترولايزس طبعا هو بيعمل ده الحاجه الوحيده حد بيعمله يعني بيتعمل؟ ده بيعمل الحاجه ايه؟ بيتعمل؟ اه موجود الجهاز اصلا موجود. الليزر الليزر فرق امتحان ايه؟ الليزر ريموف بقى لو هو متابع الليزر يعني. يا دكتور ليزر بعمل 4 جلسات بيفضل 4 لست او على حسب الريسك 8 بيقل لكن مش بيروح. ما هو بيقل بنسبه 80 90% كده على حسب الجهاز اللي بيستخدمه. بس برضه في اللي هي بتبقى فاين. ما هو ده ما هو ده معنى كلمه بيقل مش كلمه بينتهي. اصل كل عليه يقول لك لا ده ما بيروح خلاص ما عادش يرجع تاني. لا هو ريدكشن سيبيه ريدكشن لفتره وبعدين يرجع تاني. لا شبه بيرمننت بس ما بيرجعش زي ما بيرجعش بس المفروض بتمشي بعد كده مره مرتين في السنه كايه؟ مينتنس سيرم. ده انا مش يعني ده ايه ده مال. ده في الليزر يعني لو في وقت اهو خد لكم نوع واحد بس يا اما